يخص المساهمة ديالنا في وضع الفندق، رهنا إشارة الأطر الطبية بمدينة الحجب، فهذا أقل ربما ما يمكن له إهدار، وهذا هو اللي مطلوب يعني من جميع الفاعلين بالإقليم، كل حسب الموقع دياله والكل حسب الاستطاعة دياله أنه يساهم في هذا الظرف هذا بأي شيء يعني يمكن يكون في الاستطاعة دياله، باش يمكننا نعاون البلاد ويمكننا نخرجوا من هذا الجائحة هذه ومن هذا الظرف هذا العصيب اللي تتمر منه بلادنا واللي تمر منه يعني تقريبا جوج دول ديال العالم بأكمله. بكل روح وطنية أننا وضعنا الوحدة الفندقية عن إشارة الأطر الصحية بالإقليم، وفي الحقيقة هذا أقل ما يمكن يدار في وجههم، لأن نظرا للتضحيات اللي تيقوموا بها ونظرا يعني للمتاعب بصراحة احنا عاشرناهم الآن بحكم تواجدنا معهم هنايا في الفندق، ولاحظنا بدينا تنعرفوا ربما أكثر وأكثر المعاناة اللي تيعانيوها والسير اللي تيسهروه وأنهم بعيدين على المنازل ديالهم والأولاد ديالهم والعائلات ديالهم. كما أستغل الفرصة من هذا المنبر باش نتوجه للساكنة ديال إقليم الحجب بجزيل الشكر على انضباط ديالهم والتزام ديالهم بالحجر الصحي، وفي نفس الوقت أننا تنتوجه بالشكر لجميع السلطات على المجهودات اللي قامت بها إبان هذه الفترة هذه كاملة، وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم ديال الحجب. العمل داخل المستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن بالحاجب، فكنت وجهه الفندق رانيا سابينير، وكنت وجهه بالشكر الجزيل للسي زكريا صاحب الفندق اللي وضع هذا الوحدة الفندقية رهن إشارة الأطر الصحية العاملة بالمستشفى، وكنت وجهه بالشكر الجزيل للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الحاجب، وكذلك السلطات المحلية، وكذلك تحية تقدير لكل الأطر العاملة بالمستشفى على رأسهم السيد المندوب الإقليمي للصحة، وتحية خاصة للأسرة ديالي الصغيرة والكبيرة والأصدقاء داخل الوطن وخارجه، وشكرا لكم. We'll be right back.